المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإسلامي. مرتبة سيم لمرتبة كان ديني إسلام. الإحسان. إحسان. الإحسان ركن واحد. إحسان بريتيا لتنهايك ركن. وهذا الركن أن تعبد الله كأنك تراه، يعني عبادة حب وشوق فيما عند الله. وأو ركن شاب بريتيا لوي كبوشي وي خواي قورة ببارستي وكو أوي خواي قورة دابيني أميش بريتيا لا خوشويستيو شوق بولاي خواي قورة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه عليه الصلاة والسلام. هر وكو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم هندش أو نجي ذكر كبيكاني هلاوستا. إذا لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن نخرج عن المرتبة الثانية. أجر بما نكرى بقينا أم مرتبة بلوبايا أو النابي إلى مرتبة دوم بدربين. عبادة خوف وهرب. أيش بريتيا لا بارستني ترسو هلاتن. نعم. بلي. بهذا تمت المراتب الثلاثة ولله الحمد، الإسلام والإيمان والإحسان. بمشي ويا سباز بخواي جورسيا مرتبة كمان كوتاي بينا أيش إسلام وإيمان وإحسان. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان. بلغل سر أم سي مرتبي إسلام وإيمان وإحسان. حديث جبريل عليه السلام. فرمودكي جبريل عليه الصلاة والسلام. جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هاد بو مجلسكي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم. تأدب بآداب طالب العلم. وكو خطابيكي طالب العلم بأدب ودانش. في لباسه. لجلوبرجيا. في جلوسه. لدانشتني ده. في سؤاله. لبرسيار كردني ده. في إنصاته. لجرالي ده. في عدم مقاطعته للنبي صلى الله عليه وسلم. لنبريني بيغمري خواص الله صلى الله عليه وسلم. في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. لنزيقونوي لبيغمري خواص الله عليه وسلم. جاء في صورة المتعلم. وكو شيوي كسيكي كتابي هاد ولاي بيغمري خواص الله عليه وسلم. يعني جاء طالبا للعلم. واتا وكو فير كردني في دعوة كردني علم هاد. لكن سماه النبي صلى الله عليه وسلم معلم. بلان بيغمري خواص الله عليه وسلم. وكو ناوي نابا مع مصطفى. لماذا؟ بو لأن جبريل عليه السلام ظهر عليه أثر طلب العلم. شنك جبريل عليه الصلاة والسلام شينواري طالب العلم اللي يدركوت. فطالب العلم لابد أن يؤدي حقوق ستة. خطابي زانس وزانياري بيويسة شش حق جبا جبكت. حق مع نفسه. حق يقلقل نفسي خويدا. وحق مع زميلي. وحق يقلقلها وركاني دا. وحق مع كتابي. وحقيق لقال كتابه كان إذا وحق مع المكان الذي يدرس فيه. وحقيق لقال أوجي جايك درسي تيدا دخانين. وحق مع شيخي. وحقيق لقال ما مستاك إذا وحق مع العلم. وحقيق لقال علمك إذا